FM. الكلمة ليك. جامع سيدي اللخمي فيما يهم صلاة الجمعة ابتداء من يوم الجمعة هذا بعد شهر من عدم القيام بصلاة الجمعة على حسب بيان وقرار وزارة الشؤون الدينية. دونك تقبلوها بيان يرفض تعطيل صلاة الجمعة بجامع اللخمي، بيان للمجلس النقابي الوطني للأمانة وإطارات المساجد. شنو الحل إذا ما تقبلوش بالقرار هذا؟ شنو الحل باش صلاة الجمعة ترجع في جامع سيدي اللخمي؟ شكرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة اللي موجود الآن في جامع اللخمي الجوامع هو مؤسف، لأن المفروض أن نحن في أمورنا الدينية نعيش أمن وهدوء واستقرار، والمفروض أن لهين توب مشاكلنا الكبيرة، التنمية والبطالة والتفاوت بين الجهات وأزمة الأخلاق وإصلاح التعليم إلى غير ذلك. لكن هذا هو المفروض علينا نظرا اللي قام به الوزير من إجراءات تعسفية وقرارات ظالمة تمثلت في عزل عديد الأئمة اللي عندهم تأثير وعندهم كفاءة، مشهود لهم بالكفاءة وب اختصاص. وأول مشكلة وقعت هي إقالة الدكتور نور الدين القرني اللي هو رئيس قسم الدكتوراه بجامعة الزيتونة وقامة علمية كبيرة جدا، وهو الوزير السابق أيضا للشؤون الدينية. كاب اف ام، الكلمة ليك.